حفظكم الله. هنا سؤال حول توثيق بعض الأئمة، وأريد أن أعرف حالهم من جهة التشدد والتساهل والاعتدال. مثلا ابن سعد، ابن سعد في الطبقات إيه؟ متساهل. سؤال بالنسبة لبعض الأئمة متساهل، بالنسبة لبعض الأئمة متساهل، يعني إذا قرن كلامه بكلامه بكلام بعض الأئمة. أي نعم. طب إذا فرض بترجمة وليس فيها إلا توثيق ابن سعد، ماذا نحكم على توثيقه؟ نقبله ما دام ليس له معارض. ما دام ليس له معارض. طيب إذا عرف أنه متساهل يقبل؟ الجواب هو هو. طيب ابن حبان علم أنه متساهل ولا يقبل تفرده؟ مكانك واضح، لكن ليش هذا كهذا؟ يعني تساهل هذا ليس كتساهل هذا. طبعا. نعم. أن ابن حزم أقام توثيقه على قاعدة خالف فيها جماهير علماء الحديث، أما ذاك فلم يضع مثل هذه القاعدة حتى يفضح نفسه، لكننا نحن بالتتبع نراه متساهلا، فإذا لم نجد من يعارضه قبلنا توثيقه حتى يتبين لنا وهمه في التوثيق. طيب العجلي نص على أنه أيضا يتساهل في توثيق المجاهيل. هو كذلك. نعم. فما الموضع الذي نص هو على قاعدة علم منه هذا أم هو بالاستقراء؟ هو الاستقراء، لكن العجلي تساهله أيضا بهذا الاستقراء ليس كابن حبان. طيب. أنا أسأل عن الخطيب، الخطيب في تاريخ بغداد وفي كتبه الأخرى. إيه؟ من ناحية التساهل والتشدد ما أعرفه إلا معتدلا. معتدل. طيب وابن خلفون؟ ابن خلفون. ابن ايه؟ ابن خلفون ما اعرف عنه شيئا من جهة التساهل. طيب ما اعرف عنه شيئا. طيب والقاسم بن مسلمة؟ مسلمة او مسلمة بن القاسم، معذرة. الحمد لله. مسلمة بن القاسم مصري ما هي؟ هو ايش مصري هو ولا ايش؟ درسي الله عنك شيخ. الدرسي. ابن القاسم هذا كتابه ليس بين أيدينا، وإنما بين أيدينا نقول عنه كتهذيب ولسان ونحو ذلك، فما تكونت عندي أنا شخصيا أيضا بالنسبة إليه رأي هل هو من المتوسطين أم من المتشددين أم من المتساهلين، لكن الذي وجدته ولمسه لمس اليد أننا بحاجة إلى توثيقاته، لأنه في كثير من الأحيان يتكلم عن رجال لا نعرف عنهم شيئا. طيب والدارقطني رحمه الله؟ الدارقطني بلا شك هو إمام، وليس ينسب لا إلى تشدد ولا إلى تساهل، هذا اعتقادي. ابن عساكر؟ ابن عساكر قلما ينقل عنه توثيق، فليس عندي رأي خاص فيه. البيهقي؟ البيهقي هو كالدارقطني. كالدارقطني. نعم. طيب عبد الباقي بن قانع؟ ليس له كبير ذكر في كتب النقد والجرح، فلا رأي عندي فيه. أبو نعيم؟ أبو نعيم الأصفهاني. نعم. ما عندي رأي متكون عنه. طيب بعض الطلبة في هذا الزمان يرى بعض الأحاديث في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم وفيها فيما يبدو له أو فيما يقول مثلا علة، وهذا الحديث لم يتكلم فيه الحفاظ السابقون، فإذا قيل له إن مثل هذا لا يتكلم في الصحيحين الذين تلقاهما الأئمة بالقبول أو كذا أو كذا، قال لا نكون كبني إسرائيل، يعني يقومون على الحد على الضعيف ويتركون القوي. إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فما هي نصيحتكم لمثل هذا النوع وللطلبة جميعا؟ هذا الجواب هذا يشبه جوابا سبق حينما سألت عن شخص يخالف ابن حجر. نعم. تذكر سؤالك؟ إي نعم. وكان جوابي ماذا؟ أجبت بأن الحافظ له استقراء وله اطلاع وله فحص وبحث، فمثلنا لا يستطيع أن يرد عليه ما لم يكن له. لا أعني هذا. الذي يخالف تصحيح ابن حجر أو تضعيفه ليس فيما يتعلق بتدليس الشعبة والذين ذكرتهم،
سألت سؤالا عن بعض الطلاب يجدون الحافظ ابن حجر يصحح وهذا الطالب يضعف، أو على العكس يضعف ابن حجر حديثا وهذا الطالب صحيحه، كان جوابي وهو جواب سؤالك هذا الأخير أن هذا الطالب إذا كان يرى نفسه قد وصل إلى منزلة من العلم غير مقتر بنفسه بحيث يرى أن له الحق بعد وصوله إلى هذه المرتبة العالية من المعرفة بهذا العلم الشريف، فله حق أن يخالفه. تخالف ما في الصحيحين وإن كان عالما ليس طالب علمها فقط. اسمع، هذا يحتاج إلى شرح. تذكرت هذا الجواب، هو الجواب نفسه، ولكن سؤالك هو لما ينقد أحد الصحيحين ينقده بناء على علم الجرح والتعديل ولا هوى وكيفا؟ لا، على علم التراجم والتاريخ. طيب الآن نأتي بمثال حديث ما رواه البخاري ومسلم أو أحدهما، فيجد فيه رجلا اتفق العلماء على تضعيفه أو أكثر العلماء على تضعيفه، وكان هذا التضعيف بسبب واضح، أي كان الجرح مفسرا. بناء على ذلك ضعف ذاك الحديث. هذه الصورة تدخل في سؤالك أم لا؟ وهذا وهذا جميل جدا. فأقول إذن هو اعتمد ليس على رأيه وإنما على العلماء الذين طعنوا في ثقة أحد رواة هذا الحديث. نعم، فله ذلك، لكن بالشرط السابق إذا كان بلغ هذه المنزلة التي ذكرتها في جواب السابق والذي أعدته على مسامعك أخيرا. واضح؟ واضح السؤال، وأريد الجواب وأريد سؤالا تابع له. لا واضح. يعني نفس السؤال. لا. واضح السؤال. لا. واضح. أنا أقول أنا أقول سؤالك واضح، لكن أسألك جوابي واضح لدي؟ واضح لي، لكن أريد أن أستفسر حتى يعني. ما في مانع. نعم. فضل. معنى هذا أن الصحيحين يعني عرضة لكل من بلغت شوكته وقويت شوكته في العلم أن يتكلم في أحاديث لم يتكلم فيها الحفاظ السابقون. إيه؟ وهذا الذي ينقل من كتب الجرح والتعديل تضعيف الأئمة لهذا الراوي، هم الأئمة الذين تكلموا في هذا الراوي لم يتكلموا في حديث في داخل الصحيح وقد مر عليهم الصحيح وسلموا به. فلماذا قولك لم يتكلموا؟ تعبيرك ليس دقيقا. لم ينقل إلينا. لم ينقل إلينا أو لم نجده أو لم نقف عليه. جميل جدا. لم نقف عليه. وأنت تعرف الفرق بين الأمرين؟ بين ماذا؟ لم نقف عليه ولم ينقل؟ لا لا، بين لم يتكلموا. فرق كبير. فرق كبير. قبل ما أقف أنا. معليش. فمع هذا الفرق الكبير يختلف الأمر بين قولك الأول وقولك الآخر؟ في فرق. نعم يختلف. يختلف الكلام لكن. كويس. فعلى أي القولين الآن أنت من قوليك تلح عليه وتبقى عليه حتى نجيبك عنه؟ يعني الذي القول الذي أقوله أنا، أنا أبحث ما استطعت في كتب أهل العلم. ما أحتاج التفصيل، اعتمد قولا من القولين السابقين حتى أجيبه. يعني يسكت لا يتكلم في الصحيحين الذي لم يجد كلاما للأئمة فيه؟ مش هذا، بارك الله فيك. قلت آنفا لم يتكلموا، قلت لاحقا لا أعلم أنهم تكلموا. على قول لا أعلم، هذا هو الجواب. نعم. بارك الله. نعم. هذا نعم. هو الجواب. طيب إذا كان تصر على البقاء على كلمة لا أعلم وتعلم كما يعلم كل طالب علم بين ما لو قال لم يتكلموا وبين لا أعلم أنهم تكلموا، حينئذ ليس المحظور كبيرا كما يصور فيما إذا ضللت عند قولك الأخير لا أعلم. جميل. قول القائل لا أعلم هو علم؟ علم فيما يخصه نفسه.
يعني يحكي يخبر عن نفسه أنه لا يعلم هذا الشيء، نفي. فهو علم؟ لا، ليس علما. إذن ما معنى اللفظ الدوران هذا ولا مؤاخذة في نفسه ولا في غيره؟ ليس علما، ليس علما مطلقا. طيب، وحكمه على الحديث بالضعف بناء على أقوال أئمة الجهر والتعديل علم؟ علم. طيب، فما الذي يقدم؟ العلم. أنا قلت علم في حال الراوي، ما ليس في الحديث. وأنا أقول معك علم في حال الراوي. آنفا، هذا الطالب الذي ضعف الحديث بناء على أقوال أئمة الجرح والتعديل في أحد رواته، فأنا معك في الموضوع. نعم. هذا علم أم جهل؟ علم، و هو علم، لكن ليس يعني كافيا في الحكم على ضعف الحديث وإن كان الراوي فيه ضعف. لماذا؟ لما علم أن أصحاب الصحيح يخرجون الراوي الصحيح الضعيف إما لما له من طرق أو لما اطلعوا عليه أو لما علموا أن له أصلا أو انتقوا من حديثه أو كذا أو كذا. هل أفهم من كلامك أن كل تعني أن كل ما في الصحيحين ضعيف صحيح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أم فيه شيء قد يكون ليس صحيحا؟ الأحرف اليسيرة التي نص عليها العلماء. إذا فيه شيء؟ فيه، نعم، الأحرف اليسيرة التي نص عليها الحفاظ. ومتى ينتهي دور العلماء في أي قرن؟ أنا أسأل عنها. صحيح، أنا أسأل. صحيح، أكيد. هي مسألة مشكلة عندي، أنا أسأل. أنا لا أدافع الآن عن قول كذا، ولكن أسأل وأريد أن أقف على أدلة كل فريق حتى أقف على الحق بدليل. معليش، لكن كيف تحول أنا السائل فتقول أنت تسأل؟ أنا أسألكم عن هذا، هل انتهى دور علماء على ما جاء مثلا بعد؟ هل سمعتم مثل هذا السؤال منه؟ ما أحد سمع منك هذا السؤال. أنت ذكرت ولا أنت عم تحكي باللاسلكي يعني؟ أنا كلامي كله أسئلة. أنا قلت جئت عندي أسئلة. ليش؟ ما جئت أناقش مسائل، جئت أسأل. أنا ما أنقم عليك يا أخي أنك تسأل وتكثر السؤال، ففي هذا فائدة لي أولا ثم للسامعين ثانيا. لكن عجبت منك، أنا سألتك وإذا بك تحول أنك أنت السائل، هذا الذي استغربته. طيب، الآن نطور السؤال. في قناعتك الشخصية والعلمية، هل انتهى دور العلماء خلاص إلى يوم يبعثون، ولا لا تزال الأمة بخير؟ بخير إلى أن تقوم الساعة. جزاك الله خير. فإذا ما انتهى دور العلماء، لكن سؤالك يوحي إلي بما هو طبعا ليس بالوحي الرحماني، يوحي إلي بأنه انقطع دور العلماء، لأنك قيدت آنفا حينما سألتك هل كل أحاديث الصحيحين يعني مسلمة عندك؟ قلت لا، في بعض أشياء، لكن هذا ببيان العلماء. نعم. ولذلك طرلت فسألتك يعني متى انتهى دور العلماء. أخيرا أنا حصلت على الجواب الذي أردته من سؤالي، وهو أن الأمة الإسلامية لا تزال بخير. هذه المسألة تشبه تماما هل انتهى دور الاجتهاد في المسائل الفقهية. تعرف أنت الجواب عند المقلدة، خلاص الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة سد باب الاجتهاد في القرن الرابع من الهجرة. ابن الصلاح رحمه الله وقع في نفس المشكلة، ووقع في نفس المطب الذي وقع فيه الفقهاء المقلدون حينما قال ليس لنا أن نصحح وأن نضعف، وإنما علينا أن نتبع الذين صحوا وضعفوا. ورد عليه الإمام النووي رحمه الله بما هو الحق والصواب، وذلك معروف إن شاء الله لديكم. على هذا، حبل البحث العلمي ينبغي أن يظل مستمرا إلى يوم القيامة، إلى يوم لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. وإذا الأمر كذلك
فلا يصح أن نقيد ما ذكرت من القيد، لأن العلماء والحمد لله موجودون في كل زمن وفي كل قرن، وبهم تقوم حجة الله على عباده. ولذلك فإذا كان هذا الطالب الذي تشير إليه متمكنا في العلم كما أنا ذكرت ذلك صراحة، فلا يضره أن لا يعلم من سبقه إلى تضعيف حديث في الصحيحين ما دام أنه ينقد بعلم. وإذا فعدم علمه جهل، أي عدم علمه بمن نقد جهل، ونقده بعلم علم، فيقدم العلم عن الجهل. لكن مهم أن نلاحظ أن يكون متمكنا في علم حديثي. بدك تصبر علينا يا أخ، أن يكون متمكنا في علم الحديث أولا، ثم في علم الشريعة ثانيا، لأنني أجد كثيرا من الشباب اليوم الناشئ ينقد سواء من المتقدمين أو المتأخرين وهو لا يحسن فهم بعض الأمور التي يفترض أن تكون مفهومة لدى طلاب العلم. فإذا كان هذا الطالب الناقد متمكنا في هذا العلم فلن يضره أنه لا يعلم من سبقه إلى التضعيف ما دام أنه يعتمد على علم الجرح والتعديل ويفهم الحديث ومعناه ودلالته ويحيط به علما من ناحية الفقهية، ثم يخرج بذلك الحكم الذي لا يعلم من سبقه إليه. بهذا الشرط يجوز له وإلى غلا. تفضل.